السلام عليكم ويعطيكم العافية يا أهل الخير. طبعا مثل ما عودناكم خلال شهر رمضان المبارك كنا عم نجول بأحياء محافظة اللاذقية نقعد مع أهلها وندردش معهم. كمان اليوم مكملين معكم بحلقات برنامج العيد والناس بأحياء اللاذقية لحتى نرصد لكم أجواء العيد، نقعد مع أهلية ونتعرف عليهم. خلوكم معنا وتابعوا معنا التفاصيل. السلام عليكم، كيفك يا خالتو؟ السلام ورحمة الله. شو أخبارك؟ بدنا نقعد هيك معك نونسك وتونسينا. كيفك؟ شايلة سنين. سلامة قلبك. الله يسلمك. كيفك أول شيء؟ الحمد لله، من الله بخير الحمد لله. كل عام وأنت بألف خير بالأول. بخير، الله يعيده عليكن بالصحة والعافية. خالتو خبريني أنت شو بتشتغلي؟ والله على هالتنو بخبز محمرات، جبنة، قريشة، سلق، فليفله، زعتر، والحمد لله. الله يقويك يا رب ويمدك بالصحة. الله يسلمك. قديش عمرك خالتو؟ والله بالسبعين. عمر كله يا رب. الله يخلي لي انت، والحمد لله بعبي ابره. الحمد لله رب العالمين. هاي تقطعنا لك اصابعنا كمان. خالتو خبريني شو عندك ولا؟ والله عندي ست بنات وصبي لله. الله يخلي لك. الله يخلي. ساعدوكي هون كمان؟ والله في وحدة منين شاطرة معي بتساعدنا، هدوك ما خرج. لا والشاب؟ والشاب بيضل عندي أبرخينة. أم شو حضرتك؟ أم سامر. أم سامر خالته. أم سامر خليني أسألك عن أيام العيد قبل هالأزمة ما تجي علينا، وعن هالأيام اللي عم نعيشها اليوم. والله كنا كنا أي والله، وأبو الأولاد توفى، أبقى خرج أبقى يا ابني. صار الأيام صعبة. أيوه، يوم اللي منشتغل له حتى النور مناك، اليوم اللي منشتغل له والله الحمد لله الحمد لله ويكتر خير الله. عندي صبي بسوية العالم والحمد لله، وبناتي كويسين كتير الحمد لله رب العالمين. طيب خبرينا عن هالشغل، كيف سوقه هالايام؟ والله ليك من واحد رمضان لهلا بالمره ما في شغل. الكيلو الطحين مثلا بحط لي كيلتين ثلاثه، بيضلوا يوم يومين وبكب مني. ايوه الطحين اذا حمض نتفه ما بقى يا ابني. يلا يا خالتو ان شاء الله الايام الجايه تكون احسن يا رب. امين يا رب العالمين، والله لا يحرمنا انتو، والله يدملنا هالرئيس اللي عندنا، والله يوفقكن ويكون معكن كيفك تنشف. الله يقويك يا خالتو. هلا خالتو انا قعدت انا وياك هون يمكن ما بعرف دقيقتين ثلاثه، ريحه الدخنه ضايقتني. انت طب ما بتبدا تعودي علي؟ تعودت علي اللي شيء 35 سنه. الله يمدك بالقوه والصحه. الله يخلي لي انتو ولا يحرمني هالشوفات، ويعيدوا علينا وعليكم كل سنه بالصحه والعافيه. امين يا رب. خالتو من بعد امرك، بس في هديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللادي من قناه اوغريت واذاعه امواج، وهالهديه تقدمت شركه اصاله ومن بن الهيثم. بتمنى تقبليهم منا ورمضان كريم. يكونوا شو ما كانوا من ايدكم مقبولين. الله لا يحرمني انتو وهالبوسي من الخد الحلو. يلا تعيه. الله يوفقكم والله يحمي لي انت وربي، ويعيدوا عليكم كل سنه بالصحه والعافيه. الله يطول بعمرك يا خالتو. توصينا بشيء؟ بس تضلوا من الله بخير. الله يمدك بالصحه. يلا السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أول السرفيس ها؟ اه والله. أبو شو؟ أبو خضر. أبو خضر. أبو خضر حاس حركتك ما في شيء؟
انا باخذ من رجلي. تاخذ من رجله؟ ايه سلامة قلبك. الله يسلمك. خلينا نقعد انا وياك اذا هيك الوقفه شوي مزعج. ابو خضر كيفك؟ الحمد لله. شو بتشتغل ابو خضر؟ والله بشتغل بالزراعه. زراعه، زراعه شو؟ حدائق، ترميم حدائق. ترميم الحدائق العامه يعني؟ ايه ترميم حدائق عام. الله يقويك يا رب. الله يسلمك. تزوج؟ ايه. شو عندك اولاد؟ عندي خضر وسيلين. الله يخلي لك اياهم يا رب. شو اعماره؟ 17 15. ما شاء الله. لك زمان بالزراعه. ايه الحمد لله. يعني بتشتغل شيء غير بالحدائق؟ بشتغل ساعات والله بشتغل بكل شيء، انا بشتغل بالعتاله، بشتغل بالحدائق، اي شيء يعني اذا صار لي بشتغله. الله يقويك يا رب ويمدك بالصحة. طيب وضعك الصحي بداخلك شيء بتأديتك لاعمالك؟ لا ما كثير. لا لا. هو شو سبب الشيء الصاير معك بقدمك؟ قديم، حادث قديم، قديم جدا. انا كنت العب رياضة و صار الحادث. الله يشفيك وعافيك ولا يضرك يا رب ويمدك بالصحة والقوة ويخلي لك ولا. الله يسلمك ويحفظك. أهلا. الله يخليك أبو خضر. أنا بس بدك تسمح لي من بعد أمرك سلامودياتك أمين فيها الهدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاتقي قناة أوكريت وإذاعة أمواج، وهالهدية تقدمة شركة ليو بن الهيثم وشاور مع عربي. بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم وكل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد. شكرا لك ورمضان كريم علينا وعامة العباد أجمعين. فطر سعيد لعامة العباد أجمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. ميسرة. دربك خضراء. الله يطول بعمرك يا رب. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيفك؟ تمام الحمد لله. بدي اخذ هيدي الكرسي نستأذن من اصحاب هالمحل نقعد جنبك. كيفك؟ تمام الحمد لله رب العالمين. اسمك؟ حيدرة. حيدرة، حيدرة طمني عنك اول شيء. الحمد لله تمام. حيدرة انت مقعد على هيدي الكرسي؟ ايه. قد ايه لك؟ انا من الولادة. الولادة؟ بسبب خطأ طبي. قد ايه عمرك؟ 35. العمر كله يا رب. ما فيك تتحرك ابدا؟ رجلي لا بس الحمد لله ايدي حديد الحمد لله. انت بتشتغل هون على البسطه بتبيع قهوه ما؟ ايه. ما مشكلت لك اي مشكله؟ لا لا الحمد لله رب العالمين. انا هي البسطه هون والمحل الي، يعني نحن بالبيت 5 اشخاص، عندي انا هذا المحل وهي القهوه الحمد لله رب العالمين. طلع لك مصروفك مثلا؟ ايه. شكله ما مطلع. الحمد لله. نوعا ما. الحمد لله نوعا ما. يعني انت هون بتضل من الصبح للمساء؟ ايه. من الصبح للمساء. بسكر الساعة 10. 10 بالليل. اي ايه. ساعة بتفتح الصبح؟ بالثمانية 9. بيتك قريب من هون؟ ايه. ايه. في حدا بيساعدك بجاي ولا فينك تجي لحالك؟ لا في اهلي. في اهلك بيساعدك ايه. بجاي. طبعا. طيب هون نزلتك على الهيدي. منا صعب شوي لانه هون انت يمكن لازم كنت تعملها مساواي اكثر صح؟ لا الحمد لله ما في شيء بيعيق هون. لا هون امورك سليمه. اي الحمد لله رب العالمين. وعامل له ردي مشان المطر؟ لك مشان المطر. الله يسلمك. كم فرد انتم بالعائله؟ نحن 5 اشخاص. 5 اشخاص، الخمسه عم يشتغلوا؟ ولا واحد عم يشتغل. والله ولا واحد. تتناوبوا على البسطه يعني هون؟ لا انا لا هي انا هي. في انا بابا اخوي وامي. نحن 5 اشخاص. يا سيدي الله يديمهم لأهلك فوق راسك والله يقويك ويعطيك ألف عافية. سلمك حبيب قلبي. حيدر من بعد أمرك بس بدك أمين. أنا بجيبها. أيوة يا سلام ودياتك يا أمين. شكرا. حيدر في هي الهدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادي من قناة أوكريت ومن إذاعة أمواج، هيدي من شاورما عربي ومن شركة جود. بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم وعيد فطر سعيد كل عام وأنت بألف خير. شكرا لكم وشكرا على اللقاء الحلو ورمضان كريم علينا وعليك وعيد فطر سعيد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الله يقويك ويرزقك يا رب. شكرا اخوي. شكرا. شكرا. هي راح رجع الكرسي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. مرحبا. الله اهلا عم. كيفك؟ انا حبيبي الله. الله بخير. الله يخليك وانت. مرحبا. هلا عمي. كيفك؟ الحمد لله. اسمك؟ اسمي احمد. احمد. عمي ابو شو؟ ابو نديم الله يخليك. ابو نديم. ايوه. الله يقويك يا رب عمي ابو نديم. حبيبي. عمي ابو نديم خبرني من شو صاير معك هيك؟ والله صار معي جرثومه. مرض اسمه داء البرجر من امراض الشرايين. اضطر لبتر طرفين السفليه. طرفين السفليه. دي الى الحاله. والله تقريبا بلشت معي من 2004. ب 2016 بترت اول اجر وب 2018 يمكن درت الثانيه. الله يحميك يا رب ويمدك بالصحه. الله يخليك. عمي ابو نديم شو عندك اولاد؟ عندي 3 شباب وصبيه. الله يخلي لك يا هون يا رب. عم يشتغلوا عم يدرسوا؟ لا دير شغل ما في دراسه. شغل؟ شغل. كيف شغله؟ يعني ماشي الحال الحمد لله. شوي هيك شوي هيك يعني. احمد ابن مين لك؟ هذا ابن اخوي. ابن اخوي. الله ملازمني بشكل دائم ما بيستغنى عني ابدا. بارك الله يقويك يا احمد. تعال شوف بيخلص شو؟ بيخلص دراسته وبيجي لعندي بالصيف بضل معي باستمرار يعني ما بيترك ما بيستغنى عني ابدا. ابو حميد صف شو؟ انا صف تامي. تامي شلون المدرسه؟ الحمد لله. شكلك رياضي. اي والله. شو بتلعب طابه؟ طابه بيلعب اواب طابه. الو مين بتحب من اللاعبين؟ ما بحب حدا ما بنعمل ايه؟ ما بحب اللعيبه. ما بدي ما لعبتوا لعبه اكلنا قتله من ربح ما ربح حان منه شيء يعني. طيب اللاعبين العالميين؟ رونالدو كويس وميسي ما زياده. الله يقويك يا رب. عمي ابو نديم يعني الله يشفيك ويعافيك. طبعا هلا ما فيك تقوم باي عمل صح؟ طبعا اكيد يعني. قبل كنت تشتغل؟ كنت انا متقاعد من العسكري متقاعد. الله يحميك ويقويك ويخلي لك هالشباب يا رب. طول عمرك. طول بعمرك. الله يخليك حبيبي. والله يجزيك خير انت يا ابو حميد. سلام. الله يقويك. الله يخليك. عمي ابو نديم من بعد امرك بس في هالهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه من قناه اوكاريت ومن اذاعه امواج. والهديه مقدمه من شركه اصاله ومن بن الهيثم. بنتمنى تقبلون منا وعيد فطر سعيد وكل عام وانت بألف. علينا وعليكم بألف خير يا رب وعلى الامه الاسلاميه بألف خير. فطر سعيد. وشكرا لكم وشكرا لهالبلد الحبيب على راسي. بالاذن يلا السلام عليكم. الله يقويكم يا رب. باي باي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كيفك يا خالتي؟ الله يسلمك الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. أم شو؟ أم أيمن. أم أيمن. خالتي أم أيمن كيف صحتك؟ والله يعني والله مكر بسوى يا ابني. لا والله تعبانة. اي والله. قديش عمرك خالتي؟ والله يمكن بالخمسة وسبعين هيكش. العمر كله يا الله يسلمك. شو عندك أولاد؟ طول عمرك والله ستي. لا والله يخلي شبابك ولادك. اشتغلوا مجوزتيه؟ والله لك انا صايمه كنت الحمد لله هلق ان شاء الله صايمه مجوزتي بس والله ما عندي هاي ايمن بس موزع ما باقي. لا والله لانه والله مره كبيره ورايحه بكذب ما باقي. لا والله ما 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 عم يشتغلوا شيء. لا والله المحل بيصير لنا هيك ايمن بس. شو ما صار لين بيشتغلوا؟ والله يعني انت شايف الوضع هلق والله الوضع يا ابني سيء ويا شوي هيك الحمد لله. شو بدي طمنيني عنك يا خالته؟ والله هيك مثل ما شايف. بدي تشتغلي خالته؟ والله ما راح اشتغل شيء. ربيتيهم لهالعيال؟ والله الحمد لله. احسن شغل في العالم. اي والله الحمد لله. الله يوفقك ويوفقي ويديمك يا ابني ويديم اولادي. والله كويسين كثير الحمد لله. الحمد لله. بعد كل هذا الحمد لله مليحين. الحمد لله. هلا خالته نحن عم نعيش ايام عيد الفطر السعيد. خليني اسالك على ايام عيد الفطر. جعل ينعاد عليكم بالف خير. جعل علينا وعليكم وعلى الجميع وعلى الدوله وعلى الرئيس وعلى كل الجيش. هلا توفقتنا. هلا خالته قد ايه فرقت ايام زمان العيد عن هيدي الايام؟ كثير يا ابني كثير. وين كان اول غير هيك ترجع هذيك الايام؟ والله قل نصيب. دوام الحال من المحال. يلا بلكي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كانت احلى كانت الحركه اكثر كان يعني خليني اقول كان في رخص. يلا الاذلك طبعا. والله غير والله يا ابني كيش تغير عن اولي.
والحمد لله ماشي الحال. ما هيك ان شاء الله بترجع هيدي ان شاء الله يا رب تتم بخير تصير احسن ان شاء الله تتم بخير يا ابني. خالته ام ايمن بس بدك تسمحي لي انه امين اذا بتريد. يا سلام ودياتك يا اكسم. شكرا خالته. في هيدي الهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه تقديم شركه ليو ومن بن حسيب. بتمنى تقبليهم منا وعيد فطر سعيد. الله يبارك لك وكما بحب عيوني كما بقى. الله يسلمك يا خالته. والله يوفقكن الهي. الله يطول بعمرك ويمدك بالصحه. الله يسلمك يا رب. وصينا بشي؟ والله سلامتك. الله استودعناك بخير. الله يطول. يلا باي عيوني حبيبه. هلا بقول لك شو فيه ومن وين جيبي. السلام عليكم. سلام سيدنا. كيفك؟ الحمد لله. طمنا عنا. الحمد لله دايلك بالخير. ابو شو؟ اسمي علي بس. علي. علي بدو. علي. علي كيفك؟ ماشي الحال دايلك بالخير سيدنا. الخير يصيبك يا رب. خير يصيب الجميع. ما انك متجوز؟ السلاء. احسن لك يعني شو؟ والله احسن. ليه؟ والله هيك اريح في امور يعني ماشي. مسؤول عن حالك بس. بس ايه. والله هو الوضع صعب. ايه الوضع صعب ايه. خبرنا شو بتشتغل؟ انا كنت اشتغل بالهاتف وقدمت استقالتي مش... لانه عيوني بيجعوني. سلامتكم. الكوابل الارضيه بالشبكه. من شو عيونك بيجعوا؟ من شغل الهاتف. من الكوابل الارضيه شغل الالوان خطوط. قد ايه عمرك علي؟ عمري شي 58 59. ايه العمر كله يا رب. من امتى هيك بلشت تحس ما عاد عم تشوف منيح بعيونك؟ هو ما انه ما عم حس يعني قليل بس يعني من شغل الهاتف من الكوابل. يعني ما بتميز الوان الكوابل؟ لا بميزها بس بجوز اذا بتابع بده يصير معي عم الوان هيك. ايوه. هلا بتميز الالوان؟ بميز الالوان. سرفيسنا شو لونه؟ لونه احمر. كويس. وهلا شغلك اللي عم تشتغله عم يكفيك احتياجاتك عليه؟ لا ما بيكفيني. ساكن ملك ولا اجا؟ ملك. الملك ملك الملك المالك إلي لله. البيت لأمي والأبوي للمرحومة أمي وأبوي. اثنيناتهم متوفين. اثنيناتهم متوفين. الله يرحمه الرحمن. الله يرحم الرحمن أمك وأبوك سيدي ويحمي لك بعمرك سيدي. الله يخلي لي إياك يا رب ويقويك ويمدك بالصحة. ويمدك بالصحة. وإذا حابب تتجوز يعني الله يجوزك. ما بعرف حسيتك ما حابب تتجوز. شكرا على دعوتك. بالله اذا في واحد بتتجوزني بتجوزها شو يعني شو هالمشكله؟ البركه فيك البركه فيك يا علي. امين بس من بعد امرك. علي في هيدي الهديه مقدمه من بروستد كفا ومن شركه جود. هيدي من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه من قناه اوغريت ومن اذاعه امواج. بتمنى تقبلهم منا وكل عام وانت بالف خير. فطر سعيد. بس هي بمناسبه العيد يعني. مناسبه العيد. العيد وشهر رمضان يعني. شهر رمضان هلا خلص شهر رمضان هلا نحن بالعيد فكل عام وانت بالف خير. هي بمناسبه عيد الفطر السعيد. شرفنا. وصينا بشي ثاني. وصيك بالعافيه وبالطيبه. الله يطول بعمرك. وافتح هلا الهديه قدامها. مسموح تعمل فيها اللي بدك اياه. هلا انت اخذتها مشان شو؟ مشان شو بدك تفتح؟ عشان تعرف شو بدك كيف بدك تجيبها؟ لا افتحها بالبيت على راحتك. امرك. تمام؟ تمام. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. يلا باي باي. مرحبا يا خالته. كيفه؟ الله يسلمك. الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يخلي شبابك. الحمد لله رب. ام شو؟ ام ايمن. ام ايمن. عاشت الاسامي يا خالته ام ايمن. شو عندك اولاد؟ 5. الله يخلي لك اياهم. يخلي شبابك لك. عم يدرسوا بيشتغلوا؟ والله لا شاب كان عسكري تسرحه بيشتغل. الله يوفقك. والباقي متجوزين. الله يحميهم. وعندي 2 بالبيت كمان. 2 بالبيت؟ اي بلا وظيفه يعني. بلا وظيفة. زملاء وظيفة. لا والله يا قلبة. خلصين جامعة؟ ايه. يلا ان شاء الله بلاقوا. الله يوفقك. انت كيف صحتك؟ الحمد لله. نشكر الله يا بيي. نشكر الله. كنت عم تتبضع شيء؟ اي والله والله ما بندر. معي جارتي بس فاتت هون هي. فاتت. اي أيوة والله. كيف الاسعار؟ والله نار يا بيي. نار ها؟ نار شيعلة. كانت ايام قبل احسن ها؟ اي والله ايامنا كانت احسن من هالايام بكثير. ايامنا كانت تاخذ تجيب 1000 ليرة على السوق تاخذ كل اغراضك فيها. هلا
هلا والله بدي ليومين وثلاثه واربعه يمكن. اي والله اسبوع. اي والله عيونا هلا. والله يا قلبي يلا بعين الله شو بدنا نسوي. جيب اليوم نبوس ايدنا وشك بيفرجها الله دخيل اسمه يومه والرزق على الله يا ابنا. شو بتخبريني عن ايامكم لما كنتوا تعيدوا هذيك الايام؟ كيف كان العيد؟ كان العيد كنا نسوي حلو قديش وهيك ونستضيف بعضنا وهيك. هلا لا لا يا ابني غلط كثير. لحد لا بيسوي حلو ولا بيسوي شاي. اشرب كاسة شاي شوية سكر. نعم نعم الحمد لله يا قلبي هنا ابنا. الله يطول بعمرك. الله يوفقك عيونك يمدك بالصحة. الله يرضى عليك. قالتوا من بعد امرك بس في هيدي الهدية امين اذا بتريد. يا سلموا يا امين. قالتوا في هيدي الهدية من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغاريت وإذاعة أمواج. الهدية من شاورما عربي ومن شركة جود. بليون منا وعيد فطر سعيد. الله ربي مولاي توفقك إلها. الله يوفقك. شرفي تفضلي. ياتك سينا بشي. والله سلامة قلبك. يلا السلام عليكم. الله معك. الله يطول بعمرك يا خالتو. باي باي. السلام عليكم. كيفك يا خالتو؟ اهلين يا عيني. كيف شو اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله منيح. انت الله بخير وانت بالف خير. بلدنا بخير ان شاء الله. عيد فطر سعيد. عيد فطر سعيد على الجميع ان شاء الله. ام شو خالتو؟ ام محمد. عاشت الاسامي. شو عندك اولاد؟ والله عندي سته لا الله الحمد لله. خلي لك هون كبار صغار عم يدرسوا ومجوزتيهم؟ والله كبار ومجوزتهم والحمد لله. وعندي هالختيار مريض والله. خير شو بو؟ في عنده التهاب اذن وسطى سواله شلل بوجهه وخليها لله الحمد لله. على كل حال عن خالتك الحمد لله. شو عم يطمنوك الاطباء هلا؟ والله بده عمليه وعمليته هيك مكلفه وما في معانا بصراحه والله. والله عايش على المسكنات والله يشهد الله علي. سعد يا خالتك. الحمد لله على كل حال. الحمد لله عايشين على الدواء يا عين خالتك. شو بدنا نسوي؟ بدك تشتري اكل ولا بدك تشتري دواء؟ والدواء مكلف وغالي وكل شيء غالي والحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل حال. شباب كيفهم؟ اولادك كيفهم؟ والله تعرف انت هالوضع اللي نحن فيه هلا صعب على الكل والله. الحمد لله على كل حال عن خالتك. كتر خير الله بس خير الله. صح الختيار وبيفرج الله الحمد لله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. خالته من بعد امرك بس في هيدي الهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه قناه أوغاريت واذاعه امواج. من بعد امرك شكرا امين. خالتو هي الهديه من شركه جود ومن شاورما عربي. اتمنى تقبليون منا وعيد فطر سعيد. عيد فطر سعيد على الجميع. تفضل خيركم. بدي دواء للختيار بس دواء لحتى يصح. بدي عمليه يا الله. عين الله يا خالتو. الله هيك ان شاء الله. يلا ميسر يا خالتو. اعطيكم الله معك. مع السلامه وانت بالف خير يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفه؟ الله يسلمك يا اخو. جنبك شوي. اهلا وسهلا. ناطر حدا؟ ناطر زميلك. طوح انك طوح ولا شوي. ابو شو؟ ابو علي. ابو علي. ابو علي شو عندك ولا؟ عندي ثلاثه. الله يخلي لك. الله شو اعماره؟ عندي اثنين جامعيين وعندي واحد صف تاسع. اثنين جامعيين ثلاث شباب. بنتين صبيتين. بنتين وصبي. صبيتين بالجامعه وش التاسع يعني. علوش يعني. علوش والله في مصاريف معنا دا. ايه في مصاريف غير الشهاده غير الجامعه. عندي زوجتي وبنتي تعبانين. تعبانين خير. بنتي معها مرض تقرح كولو. الله يشفيها. الله يسلمك يا رب. تشتغل ابو علي؟ عسكري. عسكري قاعد؟ لا رأس عملي. رأس عملي. أبو علي كيف هالأيام معه؟ والله صعب شوي. المعيشة صعبة. المعيشة صعبة كتير كتير. اشتغلت 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 يا دوبة لحق. مزبوط هالحكي بس الحمد لله على كل حال. نعمة بالله. الحمد لله. كيف الأسعار؟ عليك نحن قريبين من سوق الخضر. والله الأسعار أما نجيب هال يعني هالشي غير البندورة والبطاطا والهو الشغلات الخفيفة باقي الأسعار بعرف عنها شيء.
والله ما بعرف عنه شيء. في ناس بنسألها كيف الأسعار، بتقول لك على قد اللي معي كويس. الحمد لله على كل حال. لا حول ولا قوة. أبو علي قد عمره؟ عمري 50. يعني العمر كله يا رب. الله يخليك يا رب. خلينا نحكي أنا وياك هيك على أيام عيد الفطر السعيد قبل وهلا. كيف؟ أيام زمان. بتتذكر أنت بتقول لعمه والله العظيم كنا هيدي نعملها. يعني كانت العالم تجي لعند بعضها. هلا خفة، كنت تجيب أحيانا مثلا شغلات للعيد. ما دخل لعبيتي شيء للعيد مثل حلو مثل كذا ما في. هدون انتسوا. هدون انتسوا صاروا هدون كمالية. يعني حق كيلو الحلو يعني شو مرق لك 100 وشوي، هذه يعني أحيانا ما تتواجد معه. الحمد لله. الله بعين الله يا أبو. الحمد لله. دوام الحال من المحال إن شاء الله يا رب، السنين الجاية بتكون أحسن. إن شاء الله، والله يديمون سيادة الرئيس فوق رأسنا. آمين. الله يخليك أبو علي. من بعد أمرك بس في هي الهدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناة أوغاليت وإذاعة أمواج، الهدية من شاورما عربي ومن شركة جود، منا تقبلون منا وعيد فطر سعيد. الله يخليك يا رب وشكرا لك. وصينا بشيء؟ سلامتك. الله يقويك ويخلي لك الشباب. الله يخليك يا رب. صبايا وشكرا لك. الله يلا السلام عليكم. الله بينعاد عليك وبينعاد سيادة الرئيس بالخير. الله يطول بيك. الله يلا السلام عليكم. الله يخليك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم يا خالتو. عليك السلام ورحمة. كيفك؟ الله يسلمك يا ربي. كيف صحتك؟ الحمد لله. ام شو؟ ام علي. ام علي، عاشت الاسامي خالتو ام علي. كيف صحتك بالاول؟ والله صحتي بتسوى. سكت. ليش خير؟ ضغط وقلب وما عيت لها الشبكة. وشو؟ عيت لها الشبكة. ابشو. عيت لها الشبكة شبكة هاي. اه يا الله الله يا خالتو، الله يقويك يا رب ويمدك. وارملي. شو عندك اولاد خالتو؟ عندي 5 بنات وصبي. عم يدرسوا مجوزتيو؟ عم يدرسوا. عم يشتغلوا؟ مجوزتينو. عندهم اولاد؟ عندك احفاد؟ ايه عندنا. الله يخلي لك اياهم. الله يا رب. شو كيف هالايام معي؟ والله يعني شو وحده جوزها ميت ولا في شيء، شو بده يكون عندها؟ على الله. اه الله. اي والله على الله. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. اي والله الحمد. كيف الاسعار هلا ايام عيد وكذا؟ ما بنزل زياده، بده يكون في ماده رخيصه. الخضره بقى البند ولا ب10 الخيار، والله ما بنزل قليل على الدكان. لا والله ما بنزل. بس غالي. غالي والله، الدنيا غالي. دان حمر شو بنزوي هيك الدنيا هيك تطلع. بعين الله يا خال. بعين الله. الله يوفقك يا رب. ان شاء الله الايام اللي كنا عايشينها قبل بتذكريها لايام العيد يا رب ترجع. كيف كانت هذيك الايام؟ كنا نضل اسبوع نعيي ونروح ونجي وكل شيء. هلا شو بدنا نسوي؟ الدنيا ضايقه بكل العالم. بعين الله يا خال. بعين الله. الحمد لله. وان شاء الله هيك الايام الجايه تكون احسن ان شاء الله. انتم بتكونوا بخير. بركي فيك بخير ورئيسنا بخير وكل العالم بخير وان شاء الله بينعاد. خالته من بعد امرك في هيدي الهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه للدكتور مصطفى خلا. الله يوفقك. بتمنى تقبليهم منا وعيد فطر سعيد. تسلم. الله يوفقك ويبارك فيكم ويعيد عليكم بالخير ان شاء الله. الله يخليك يا. تسلم. الله يبارك. يلا بالاذن. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. طبعاً هيك بنكون وصلنا معكم مشاهدينا الأكارم لنهاية حلقتنا لليوم من العيد والناس. بالتأكيد كل الشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين قدموا هذه المساعدة وكنا واسطة الخير بينهم وبين من هم بحاجة لهذه المساعدة. والشكر الأكبر لكم على طيب وكرم المتابعة والسلام.